السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صل على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. طب في المقطع السابق أنا شرحت لكم كيف تقدروا تتحصلوا على أنماط سمكة التونة اللي هي الأنماط الأخيرة، شرحت لكم كل شيء بالتفصيل لأنه التحديات جدا سهلة، أوكي؟ بس في تحدي واحد صعب اللي هو نمط القاتل المكعبية. طيب عشان تقدر تتحصل على نمط المقاتلة المكعبية يقول لك اهزم المقاتلة المكعبية. المقاتلة المكعبية تحصلها وسط الشق هذا اللي هو الشق العالم الموازي. كيف تعرفه؟ أول ما تفك في الخريطة تحصل يشوف كيف البحر، تمام؟ بس بعض الأحيان تحصلها وبعض الأحيان لا، عاد أنت ونصيبك. هذه هي، شايفينها؟ شوف هذه هي. شوف كذا، حط النمط خلاص، شفتوا كيف؟